العمر إلكم. تسلم يا أبني، الله يسلم الطيبين. العمر لك اختي. يسلم عمرك ويخلي احبابك. انا رفيق وليد بالشغل، الله يرحمه ويحسن اليه. هدول اولاد اخي وليد؟ ايه، وبقيت لوحدي مع هاليتيمين. الله يصبركم. كان بيناتنا مثل الشمعة المضوية، راح منا، راح بدون ما يودعنا. كان المرحوم يقول بدنا ننتقل ونترك هالبيت هون. انا بدي اخلص من هالمحل بقى يا اغا. هلأ عم بشتغل شغلي، إذا مشي حالة وخلصيت من ريش ومن إب وبعدها من عيش. طلع عمره قصير بالحياة وما كفى، تركني لوحدي مع يتيمين. صدقني ما حدا إجا من الحوض ليعزينا. وينهم رفقاته؟ كان هو ورفقاته ما يتفرقوا أبدا. وينه مراد؟ مراد رفيقه ليش ما بين؟ مين مراد؟ إيه مراد، هذا الطويل هيك واسمراني جبينه عريض شوي، هذا هو؟ ايه هو بذاته، وبالفترة الأخيرة كانوا ما يتركوا بعض. اختي إذا بتحتاجوا أي شيء تعي اسألي عني بالحوض. أنا عمار الكسوفي. الله يصبركم.